الروتين الثابت بالنسبة للشخص يعني في يومه من الصباح لحد المساء، الحاجة دي ما بتقود للاكتئاب الحقيقة؟ أكيد ثبات الروتين بالتأكيد بتقود للاكتئاب، بتقود للرثابة، بتقود أحيانا للأمراض حتى أحيانا. يعني معظم الأمراض بالمناسبة مصدرها الأساسي هو أفكار، تفكير، صحيح. طريقة تفكير. يعني هل تعلم أنه الجسم الإنسان بطبيعته هو بروتين بروديوسين ماشين، بينتج بروتين، السكين سيلز بتنتج سكين بروتين، كل الخلايا بتنتج بروتين، بس عشان تنتج بروتين محتاجة زي ما بيقولوا ليفل معين من الفايبريشن. أنا لازم أكون على ليفل معين. دائما الدكاترة بينصحوا بيقول لك النفسيات بتساعد على العلاج. أكيد. الواحد لما تكون نفسياته كويسة بتعزز المناعة وبتساعد عملية التعافي أو التشافي والعلاج. في خلايا معينة ما بتبدأ تنتج بروتين إلا أنت لما تكون على مستوى معين من الفايبريشن أو من النفسيات. إذا أنا ما كنت في الحالة دي دائما بكون يعني زي ما بقول أنا إما أكون في حالة بتاعت كرييشن خلق أو عايش بالسيرفايفل ميكانيزم آلية النجاة. إذا اليوم في خطر عليك، في أسد بيطاردك، في شيء، ده ما هو كثير إنك تبدع ولا تطلع أفكار ولا تجيب حاجة جديدة. آلية النجاة دي بتكون متوفرة يعني في كل الحالات، إذا حصل لي مثلا كيس معين أو حدث معين مثلا أو ريسك معين في اليوم بتكون متوفرة، أو تنشن أو كذا بالضبط. هي مايند سيت، آلية التفكير، مايند سيت. يعني سويتش عليها إن فراكشن أوف سكند، في لحظة بقدر أعمل سويتش، بكون شغال بالسرفايفل ميكانيزم. ودي دائما بتكون لما أكون متوتر، لما يكون في خطر علي، لما يكون في حاجة ما مريحة بالنسبة لي، بكون دائما شغال بالسرفايفل ميكانيزم. أنا عشان أحقق أهدافي لازم أعمل سويتش بس للمايند سيت، وأشتغل بالكرييشن مايند سيت، إنه أنا ما بفكر لا بخطر، ما بفكر في إنه أنا خايف، أنا متوتر. وده بيتطلب إنه أنا أتجاوز أحيانا الأشياء الموجودة في الواقع.